دخول فصل الشتاء والتغيير الكبير في الحالة الجوية، تبدأ الأمراض الموسمية بالانتشار، ولعل أهمها مرض الإنفلونزا الذي يعاني منه العديد من الأشخاص في هذه الفترة. وتعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأمراض التي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، خاصة الأنف والبلعوم، والذي يصبح مزعجاً خاصة عندما يصيب الأطفال. فما هو هذا المرض وما طرق علاجه؟ حالياً أحد الأسباب اللي هي مسببة للرشح والزكام والحرارة هي الإنفلونزا الموسمية. في أكثر من 200 نوع من أنواع الإنفلونزا تقريباً، أشهرهم حالياً في الفترة الحالية هو إنفلونزا A وإنفلونزا B. بيجي بيصيب الأطفال سواء كان الأطفال الرضع أو الأطفال الأكبر بسبب السترينز أو الفيروسات اللي هي موجودة، فيروس A، إنفلونزا A and إنفلونزا B. أهم الأعراض اللي بتيجي في الإنفلونزا هي الحرارة، الرشح والزكام، الكحة، فقدان الشهية، الخمول الشديد. بالنسبة للأسباب، هو سبب فيروسي أو يعني سبب الإنفلونزا أو الحرارة اللي بتصاحب الإنفلونزا دي فيروسية، وبالتالي لا يستدعي إن احنا ندي فيه أنتيبيوتيك أو مضادات حيوية خالص. بنعالج الأعراض فقط، بنعالج الأعراض بخوافض الحرارة. لو الطفل عمره أكبر شوية من عمر 6 شهور، أحيانا بنستخدم العلاجي اللي هو التامي فلو، علاج الإنفلونزا. العلاج بالنسبة لنا في البيت أو الحاجة الأساسية للأم اللي بتسأل عليها هي استعمال خوافض الحرارة. طريقة خوافض الحرارة السنة الأولانية أكثر شيء هو الباراسيتامول كاستخدام خوافض الحرارة. ممكن بعد كده نستخدم نوع تاني من خوافض الحرارة عن طريقة التبادل ما بين النوعين الخوافض الحرارة زي الباراسيتامول والنونسترويدة للتانية بالتبادل. زائد أهم من شيء، الحرارة لو أكثر من 38.5 بنستخدم الكمادات. طريقة الكمادات معروفة جدا، بمية فترة حوالين الرقبة ما تحت الإبط وفي منطقة الحفاض بتنزل الحرارة. طالما الحرارة فوق 38.5 مهم جدا إن احنا ننزلها بالكمادات. يتعافى معظم الأطفال المصابين بالإنفلونزا خلال بضعة أيام إلى أسبوعين من الإصابة، ولكن ينصح دائماً باستشارة الطبيب والمتابعة معه للحصول على العلاج المناسب.